بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحقيق الأمان السمانية في الدنيا والآخرة لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 500 مرة. الله أرفع لكم الخريطة بعد الفاصل، فأرجو أن أنتم تفضوا وقتكم وما تقطعوش الحلقة بطعام أو شراب، وحتى تستفيدوا، لأن دي خرائط جميلة، حلقات لم تسمع عنها من قبل. أبقوا معنا بعد الفاصل. الصورة الموجودة أمامكم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 500 مرة، يعد معايا بقى، لم يفتقر أبدا وغفر ذنبه وفرج كربه وقضى دينه ونصر على عدوه واستجيبت دعوته وقضيت حاجته، وكم ممن يلتقي بالنبي في الجنان. الله الله، كل الكنوز دي وسايبينها، حرام عليه، ليه عايشين في الصرصرة وكثرة الكلام والقيل والقال والماسنجر والوص وتضييع الصلوات على النبي؟ خليك بقدر الحدث فقط، وروح صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقعدش عجان لتات وتاخده في أعراض الناس وتقارنوا أنفسكم ببعضكم إلا في العمل الصالح. أرفع لكم الأحاديث تاني. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي كل يوم 500 مرة لم يفتقر أبدا وغفر ذنبه وفرج كربه وقضى دينه ونصر على عدوه واستجيبت دعوته وقضيت حاجته، وكان ممن يلتقي بالنبي في الجنان. الحديث الثاني يعضد ويقوي الأولاني. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يلقى الله وهو عليه راض. يبقى دي زيد عن الحديث الأولاني بإيه؟ برضا الله. فليقصر من الصلاة علي، فإن من صلى علي في كل يوم 500 مرة لم يفتقر أبدا، وهدمت ذنوبه ومحيت خطاياه ودام سروره واستجيب دعاؤه وأعطي أمله وأعين على عدوه وعلى أسباب الخير، وكان ممن يرافق نبيه في الجنان. اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث ده اللي يعمل به ويشتكي الفقر يبقى ما بصليش على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، يبقى كذاب. الحديث ده اللي بيعمل به لأن فيه ودام سروره ونصر على عدوه وقضيت حاجته، الله، اللي يعمل بالحديث ده يجيله المزايا دي. طب ما جاتلوش يبقى انت ما بتعملش، انت كذاب منافق مخادع مرائي.
ما تجيش تقول انا عندي هم. انت بتداوم كل يوم 500 مرة مش هيحصل لك الكلام ده. مش هيحصل لك هم. مش هتشوف فقر. ربنا مش هيأخر طلب. ممكن يأخر مش هيرفض طلبك. ممكن يأخر شوية عشان تزيد من الصلاة على النبي. بس الحديث الثاني في حاجة حلوة أوي. لقى الله وهو عنه راض. طب احنا عايزين نشوف رضا الله وعلاقته بالجنة. من عايز يدخل الجنة. ما هو الحديثين فيهم حاجة. واحد يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان. الحديث الأول. والحديث الثاني يكون مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاثنين هتكون مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم أو مجاور للنبي. يبقى معناه انت في الجنة. يبقى انت مبشر بالجنة. انت من اهل الجنة. يبقى ربنا راضي عنك. طب تعالوا نشوف الرضا في القرآن الكريم. فيه ايه وعلاقته بهذا الحديث. وهل لما ربنا يرضى عليا ونشوف ارقام الايات. خلوكم معنا. مواطن رضا الله في القرآن الكريم. السورة الاية رقم المائدة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. توبة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. اللي بنصر النبي يا جماعة يا جماعة احنا عندنا 6600 دولار ممكن واحد او واحدة بس يدفعوه لنشر الدعوة كتب نشر الدعوة والاسلام في ربوع العالم. هتكون من السابقين الاولين من الجنة والانصار وهتكون لا موش منه ولكن من الذين اتبعوهم باحسان. ربنا يعمل لك ايه يبقى لك يرضى عنا. وقدم الله رضا الله عن رضا الناس عن الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضا الله مقدم عن رضاء الناس عن الله. سبحانك يا رب. برضو في الآية الأولى في المائدة رضي الله عنهم ورضوا عنه. برضو فين في الجنة. وحتى في الآية في سورة التوبة أعد لهم جنات تجري ما قالش من تحتها قال تحتها الأنهار. إيه الفرق؟ إيه الفرق من تحتها الناس الذين لا ينصرون النبي وعملوا أعمال خير كتير قوي جنتهم ثابتة على النار. من تحتها يعني من حولها. أما تحتها الجنة نفسها في وسط النار. يعني مثل مركب أو سفينة تتحرك على كل الجنان. يعني يأخذ من متاع ونعيم كل الجنان. ده اللي بنصر ربنا. اللي بنصر النبي صلى الله عليه وسلم. أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. ولكن التاني يا عيني جنته ثابتة. شوف بقية الصور. صورة الفتح. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يبقى يا من تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 500 مرة أنت كمثل السابقين الأولين المهاجرين الأنصار. أنت من مثل الذين نصروا النبي وأنت من الذين ك
كأنك من الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، لأن أنت حب النبي في قلبك. تعال نشوف القلب كده. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيضا تلاقي رضا الله مقدم على الرضا العباد. سبحانك يا رب. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. عايز تكون من حزب الله وفالح وفائز بالجنة؟ صلي على النبي كل يوم 500 مرة. مسك الختام في سورة البينة تلاقيها تختم برقم 8، يقول لك اللي يعمل الحاجات دي كلها وانطبق عليه من يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية. وحتى ختمت برقم كام؟ 8. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يا الله، ايه رأيكم؟ يا الله، ايه رأيكم في الكلام الطيب ده؟ سمعتوه قبل كده؟ انت كنت بتصلي على النبي ما انتش عارف حاجه، لكن انا فسرت لك دلوقتي. الصلاه على النبي مره، الصلاه على النبي 3، الصلاه على النبي 10، الصلاه على النبي 20، الصلاه على النبي 50، الصلاه على النبي 80، الصلاه على النبي 100، الصلاه على النبي 200، الصلاة على النبي 500، باقي لنا الصلاة على النبي 1000 مرة، ويبقى ختمنا الحلقات 10. فأنت لما تيجي تشوف الحاجات تنبه أصحابك اللي بتحبهم علشان تكون مكسر من الصلاة على النبي ويأتيك ذلك الفضل، وتشجع الناس على المساهمة في طبع كتب نصرة النبي ومرافقة النبي. و انتم لم تتذكروا حاجه في الحلقه اللي فيها غفران الذنوب وبر الوالدين بالصلاه على النبي، غفران ذنوب 80 سنه وغفران ذنوب 200 سنه. فكرتش في كتاب غفران الذنوب وتنوير القلوب بالصلاه على الرسول؟ اللي عنده ابوه مات او امه ماتت، ما انتش قادر تعمل اقل حاجه 1000 نسخه وتهديه لهم، ربنا يغفر لهم؟ ولا انت هتقعد في الدنيا ملبوك في الدنيا والوقت نسيت ابوك وامك؟ شاطر تبكي وتولول وتعيط وعايز يدخل معايا الارض وسايبنا ورايح فين؟ طب ما هو سايبك علشان تجعيله، سايبك علشان تتصدق عليه. انقطع عمل ابن ادم الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم نافع ينتفع به، أول من صالح يدعو له. ما انتش قادر تدعو، منبوخ في تجارتك وزوجتك واولادك ونسيت ابوك وامك، اطبع كتاب غفران الذنوب وتنور كبر الصلاه على الرسول، نوزعه في بيوت الله، ما نوزعوش في الطريق العام، في بيوت الله في المساجد، ويوم جمعه تكون الدعاء في يوم وسلم، عشان اللي صلى على النبي مره يتكتب له 70 مره يتكتبوا في ميزان حسنات ابوك وامك. فمحدش له أب وأم، ما
ما تبعش الكتاب ده اللي كرامته لفت العالم يبقى ما كأنه ما اتفرجش علينا خالص ولا صفة به. نلتقي بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.